بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم بدي اشارككم تنظيف سكمليات المطبخ. هذا النوع من السكمليات اشتريتها لان صايرة مثل الدوشمة تشبه القنفات. بعض الضيوف من يزوروني يستقرون بالمطبخ، بس بعد فترة بدت تاخذ بقع ودهون من الطباخ، ومثل ما تعرفون جونا عندنا المولدات، فنصحوني استخدم هذا النوع من المنظف داتسي اللي هو باللون الأصفر، يصير للقماش. نظفت الكراسي أول مرة إلى أن خلص مثل ما شفتوا، وبعدين بديت بالزاهي. طبعا هذه مو أول مرة أغسلهم، حسيت كلش بالتعب، يومية تتوسخ وأسوي حملة تنظيف عليها. حتى هنا هسه تشوفون ابني ساعدني لأن شافني تعبت، يحتاج لنا مجهود عضلي. يمكن يفضل للمطبخ شراء كراسي خشبية أو جلد ما تبين بها البقع. هنا احنا نقول نغسلها أكثر من قاط، يعني بعد أن جلفتها بالزاهي وغسلتها شطفتها بالماء، رديت مرة ثانية ضفت عليها المنظف ودا أجلفها مرة ثانية. احنا راح نتخلص من الماء الزايد بهاي الطريقة قبل لا نتركها تجف. بعدين عفتها تيه بس اول مرة بهالشكل، بعدين قلبتها على ستاند، هنا ما طاخة بالقاع، وهاي باليوم الثاني بعد ان نشفت ودخلتها للمطبخ. حبيت اشارككم ويا تنظيف الاسكمليات هاي المائدة البسيطة من الفواكه حتى تعطي رونق للميز مالت الطعام ويا شكل الكراسي بعد ان نظفتها. اتمنى تعجبكم. المرحلة الثانية بالفيديو راح نخيط وجوه للكراسي. اتجنب يوميا اجلفها، اخذ الوجوه اغسلها بالغسالة للسهولة. اختاريت هذا القماش، نوعيته تقاوم جيدة، هو مال الدوشمات ولونه مشجر للتغيير، لان الكراسي الاصلية عندي سادة وحتى ما تبين بها البقع كل يومين والثالث اغسلهم. هنا ما نخلي القماش على نفس طبقته، راح نسحب من عنده بالشكل اللي تشوفوه، اوفر بيه، اقتصد يعني حتى لو تخيطين دجاجة مثلا تسحبي القماش بهذا الشكل اللي انا دا اسويه، ويتوفر عندك قماش اضافي مثلا للردانات، او اذا تخيطين وجه مندر هاي الزايد بالقماش تسويه للكوشات. بهالشكل توفرين القماش اللي عندك. واني محتاجة انقل موديل السكملي نفسه، لان اذا تشوفوا موديله يعني ماخذ ديزاين معين، لازم اخذ الموديل نفسه بواسطة هاي الفيتة. طبعا يفضل استخدام القولشي احنا نصيحه للاقمشة، بس انا حاليا هذا المتوفر عندي. وقصيتهم القماشات اول مرة قياس تقريبي يعني حتى لا تعذب بكل القماش ثقيل واني تستعمله. بعدين راح ابدي اخذهم بالقياس المضبوط بواسطة اثبتهم بالدنابيس الاقمشة الوجوه اللي قصيتها، وبعدين راح ارسمها بالماركر مثل ما راح تشوفون بالخطوات الجاية. يفضل استخدام الصابونة، نقطع جزء من عندها يابسة، الصابونة تنغسل بالماء ويروح لونها، لكن هنا القماش عندي لونه أبيض فما أخذ لون فاستخدمت الماركر، وهو همين هذا يعني على الظهر من القماش فما راح يأثر. كل ناخذ رسمة الاسكاملي للجهات الثلاثة اللي بالظهر والقاعدة، وهو الظهر متكون من وجه أمامي وخلفي، كل شوية أثبتهم بالدنابيس وبعدين أخذهم بالماركر. راح أقطع لكم بالمقاطع الفيديو اللي مصورتها حتى الفيديو ليس مطول عليكم. الخطوة اللي بعدها راح أطبق القماش على عدد السكمليات اللي عندي، استنسخ الرسمة اللي سويتها، مو كل شوية أقيسهم على السكملي بواسطة الدنابيس والماركر، وراح اقصهم واترك طبعا مجال للخياطة. هنا انا صارت عندي هاي القاعدة وهاي الظهر اللي متكون من وجه امامي وخلفي. هسه بديت بالماكينة،
ما راح أشوفكم المراحل لأن هو فيديو مو عن تعليم الخياطة، مجرد أحفزكم تخيطون وجوه للكراسي أنظف تصير وأسهل تغسلوها دائما. ما أقدر أشوفكم مراحل الخياطة، يعني يصير الفيديو كلش مطول. كملاحظة أولية، من نخيط نخلي القماش وجه وظهر، يعني نخيط على ظهر القماش حتى الخياطة ما تبين. تصوير مقاطع من الخياطة بالإضافة إلى أنه صوت الماكينة حلو ويا هاي تعطي مصداقية للفيديو. وأكو خطوة نتبعها اللي هي مبدأ البراوة. البراوة يعني نجرب القماش اللي خيطناه صحيح لو لا قبل لا ننجز العمل ونكمله، مثل ما هسه أنا سويت. لبست الظهر أول مرة ومن شفت قياسي صحيح والحمد لله ثبتته بالقاعدة بهذا الشكل. تبقى عندي الذيال اللي هو نهاية القماش، طبعا ما أقدر أثبته بواسطة الكابسة، كابسة الدوشمات، لأن احنا اتفقنا نريد الوجه نشيله ونغسله دائما، فراح أثبته بواسطة اللاستيك يصير شكله مرتب. من كل الجهات أخذ لكم منظرة في حالة ثبتته باللاستيك. بيت اللاستيك أول مرة كوكته، أنا ما أحب طريقة الكواك، أستخدم الماكينة مباشرة، بس لأن عندي هذا الميلان اللي صار بالقماش حبيت أخيطه بحذر. لازم أثني الجوانب بشكل مائل يشبه موديل السكملي، وأي ثانية أطبق القماش طبقتين للترتيب مثل ما دا أوضح لكم. أكيد كلكم تتبعون طريقة الدنابيس والماشي بتثبيت اللاستيك، حبيت أشوفكم أنا طريقتي أثبت نهاية الدنبوس بالتيب، لأن النهاية المدببة تنغرز بالقماش أثناء إحنا نحاول نعبره بداخل المجال اللي سويناه للاستيك. هنا بعد ما كملته بهذا الشكل صار، وثبتت اللاستيك وأخفيت الديال من عنده، صار مجسم على شكل السكملي. خليته شوية راهي حتى للسهولة من أشيله غير مرة وأغسله. هذا شكله من كل الجوانب، أتمنى أعجبكم. وراح أنتقل بالمقطع الثاني إلى صورته بالمطبخ. شاركوني الفيديو بكل مراحله. وهنا دا أصور لكم السكمليات من كل الجهات، يعني نقلت بيها حول الميز حتى تشوفوها. يعني عندي 2 كراسي جوزية ما يحتاج أغلفها، لونها غامق بس هذني لونها فاهي هي اللي غلفتها. وهنا بنهاية الفيديو شاركتكم الوافل على طريقة بنتي. حبيت أختم الفيديو بأكلة، اللي ما يحب محتوى الفيديو عن الخياطة أكيد يحب الوافل، وتخلونا لايك على الوافل على طريقة بنتي. أتمنى عجبكم، وأتمنى محتوى الفيديو عجبكم، الفكرة عجبتكم واستفدتوا منها. نهاية الفيديو أشكركم على حسن المتابعة. مع السلامة.